الاب والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. المزمور النهارده بيقول: ايها الرب اله القوات ارجع واطلع من السماء، انظر وتعهد هذه الكرمه، اصلحها وثبتها هذه التي غرستها يمينك. وده بيتقال لحن كمان في القداس. ربنا شبه الكنيسة بالكرمة والنفس البشرية بالكرمة. ممكن يستخدم أجراء وعاملين معاه، لكن هو الكرمة وهو الكرام أيضا. معلمنا بولس الرسول يقول: أنا غرست وأبولس سقى، ولكن الله الذي ينمي. ونحن عاملان مع الله، أنتم فلاحة الله. فإذا الفلاح الحقيقي والراعي الحقيقي هو ربنا يسوع المسيح. إحنا محتاجين دايما نطلب منه أنه يصلح هذه الكرمة ويثبتها. في كل صلاة في نصف صلاة النوم بنقول له: تكسر التطلع على نفسي بقوة. هنا بنقول اطلع على الكرمة أصلحها وثبتها، لكن في المزمور بنقول له: تكسر التطلع على نفسي بقوة. يقول: كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، ولكن كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكتر. إحنا الأغصان. كنت في مرة في الدير زمان في خلوة، وفجأة جزر الدير قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه، وكان عدد قليل واقف من شباب الخلوة وطبعا بعض الآباء الرهبان، وتصادف وقفنا تحت تكعيبة عنب كرمة يعني. فالبابا سألنا سؤال، قال: تفتكروا ليه ربنا يسوع المسيح قال أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان؟ اشمعنى الكرمة؟ ليه ما جابش أي شجرة تاني؟ بصراحة ما عرفناش يعني، فكرنا ما لقيناش. قال: بصوا كده على الكرمة ده، هي شوفوا الأغصان شكلها ايه. أغصان الكرمة بتبقى شكلها جاف قوي زي حتة الحطبة يعني، اللي يشوفها كده من غير ما ياخد لباله انها ماسكة في الكرمة او في الشجرة يعني، يفتكر انها حتة حطبة يعني للحرق. ولكن باتحادها بالكرمة أو بالشجرة تبص تلاقي تنتج ثمرة عصارية من أكتر الثمار العصارية الغضة في الثمار كلها. العنب كله عصارة، إزاي حتة الحطبة دهيت تجيب هذه العصارة دي كلها؟ لأنها ثابتة فين؟ في الكرمة. احنا الحقيقة زي الزرعة وزي الأغصان دهيت، محتاجين نتنظف أول بأول عشان نأتي بثمر. الكرام إذا ما كانش ياخد لباله ويقلم ويشيل الحاجة الأجزاء الميتة والخيل الحية، ممكن الفرع كله يموت. محتاج عشان تدي ثمر يغذي فيروي. يقول: كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. طب مين هو المياه؟ قل: تركوني أنا ينبوع المياه الحية، لينكروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. فإذا نرتوي منه.
محتاج يسمد اللي هو الغذاء اللي احنا جايين كلنا دلوقتي عشان نتغذى ايه بيه. انا هو الخبز الحي النازل من السماء. فاذا عشان الكرمة ده هي تبقى مثمرة، اولا لابد تكون ثابتة في الكرمة، لابد ان تكون بتتروي دايما بالتواصل معاه عشان تبقى ثابتة. تواصل في صلاة، عشان كده يقول صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. تتغذى، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وله حياة أبدية. لكن محتاجين دايما الكرام يبقى واخد باله مننا، لأن أحيانا إحنا بنتكاسل أو نقصي قلوبنا، لكن هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تفعلوا. هو العامل فينا أن احنا نصلي، لأن احنا لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. هو بروحه القدوس اللي فينا يبكت على بر ويبكت على دينونة ويبكت على خطية. يبقى مين اللي شغال الشغل كله؟ هو. احنا كخدام ائتمنا ربنا مجرد عاملين، عمال عنده، لكن هو الراعي الحقيقي. لكن هذا الراعي المهتم بالكرمة او هذا القرام الصاحي دايما بيحترم حريتنا، لأن خلق الإنسان حر مريد، فهو يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بس محتاجنا دايما نعلن هذه الحرية، نعلن رغبتنا أنه يعمل فينا. عشان كده إحنا بنتغنى بالمزمور ده، نقول له أيها الرب إله القوات أرجع واطلع من السماء، انظر وتعهد هذه الكرمة، أصلحها وثبتها. بنقولها على نفسنا وبنقولها على الكنيسة وبنقولها على أحبائنا، وبتكون لنا أذان صاغية، يقول من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح. نسمع بيبكتنا على إيه؟ نعمل بر، نعمل بر. في خطية نبعد عنها، في دينونة نعمل حسابها. يوجد فينا اشتياقات للصلاة، ما نكسلش، يقول له مساكنك محبوبة يا رب إله القوات تشتاق وتتوب نفسي للدخول إلى ديار بيت الرب إلهنا. فنحن النهاردة بنشكره أن هو القرام، هو الراعي، ونطلب منه دايما أن يتعهدنا وما ينسناش طول فترة حياتنا حتى يكون لنا نصيب معاه. ونطلب من أجل الكنيسة كلها يحفظها ويثبتها. له كل مجد وإكرام في كنيسته من الآن.